وللمزيد حول أثر ميثاق العمل الوطني على صورة مملكة البحرين في الخارج، معي عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح القلاب. أهلا بك أستاذ صالح. بداية، كيف ساهم ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين على تعزيز صورة البحرين كدولة إصلاحية منذ مطلع الألفية؟ شوف، يعني احنا مواكبين مسيرة البحرين مبكر حتى قبل عام 1973. دائما البحرين فيها نمط معين من التعاطي داخل المجتمع وبين أيضا بين المواطنين وما بين السلطة القائمة. دائما هي الهوامش الموجودة هوامش ارتياح. البحرين غير معروفة بالقمع والاستبدادية اللي سادت بالمنطقة العربية في الأنظمة اللي سمت حالها أنظمة ثورية. وحقيقة أنا من الناس اللي التقيت في فترات سابقة في كثير من المعارضين البحرينيين اللي كانوا موجودين في الخارج، كانوا عادة في سوريا والعراق وأحيان في لبنان وأحيان في مصر. وعندما كنا نتحاور أنا كنت يعني أبدي استغرابي إنه هم كيف عايشين في هذه الدول اللي عايشين فيها بالخارج الآن وتاركين البحرين، الدولة التي لم تعرف الاستبداد والقهر. باستمرار كان هنالك يعني نوع من الارتياح الاجتماعي، يعني في ارتياح اجتماعي لم يعرف عن البحرين بأنه دولة استبدادية، دولة قمع على الإطلاق. نعم. وكنا نحكي مع الإخوان. نعم أستاذ صالح، أنت تعلم أن المجتمع الدولي ربما يعني ينظر لدول العالم الثالث بمنظار يختلف من حيث القيم والمبادئ، لكن منذ انطلاق المشروع الإصلاحي تأسست في البحرين العديد من المؤسسات، يعني مؤسسات رسمية تضمن الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة القانونية أيضا. لا شك أن وجود مثل هذه المؤسسات له تأثير على وجهة نظر المجتمع الدولي تجاه دولة مثل مملكة البحرين بدأت بعهد الإصلاح مع بداية العام 2000 منذ يعني تولي جلالة الملك مقاليد الحكم وبداية العمل على بنود ميثاق العمل الوطني. يعني أنا حكيت هذه المقدمة حتى أقول لك شيء. طيب. أنه هذا الميثاق اللي 2000 هو ترسيخ وتطوير للحياة الديمقراطية بالبحرين. طيب. يعني عندما يكون هنالك فصل بين السلطات الثلاثة هذا وارد في هذا الميثاق، وعندما يكون هنالك في مجلس تشريعي من مجلسين، مجلس منتخب ومجلس معين، هذا موجود في الدول الديمقراطية أصلاً. حتى بالمملكة الأردنية الهاشمية عندنا مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان معين تعيين، لأنه مجلس الأعيان كما يذكر الميثاق الوطني، ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، أنه المجلس النيابي نفترضه مجلس منتخب، والمجلس الآخر مجلس الناس ذوي الخبرة الذين يستطيعون يعني مراقبة الأمور بخلفية كثير عندهم خبرات. هذا موجود، وهذا موجود شيء أساسي ورئيسي. الحقيقة حتى بالسنوات من 2000 حتى الآن نحن من المتابعين نتابع ما يجري في البحرين، وهذا الميثاق كان خط يعني مثل 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 خارطة طريق واسعة حقيقة وإنجازات هائلة في هذا المجال. وإحنا أنا بالخلفية السابقة قلت لك إياه أن البحرين دولة لم يكن معروف عنها القمع إطلاقا. يعني حتى إحنا لما كنا نحكي لزملائنا بالدول العايشة في بعض الدول العربية القمعية حتى زمن عبد الناصر حقيقة، وكنا نتحدث معهم أنتم عايشين في نعمة في البحرين. لا. البحرين فيها تآخي. طيب. حتى بعض النزعات الطائفية الموجودة الآن بالمنطقة. هذه البنود أيضا شدد عليها الميثاق من حيث دولة التسامح والتعايش. كل الشكر لك من عمان. أنا موجود الميثاق. نعم. أمامي. نعم. الميثاق موجود أمامي الآن. نعم. شايف، وأنا تابعته وقرأته عدة مرات، وحقيقة في يعني أرقى المستويات بالعالم
هذا ما تضمنه هذا الميثاق. والتطبيق أيضا إحنا متابعينه، التطبيق حقيقة بأهمية كاملة. وإحنا البحرين ننظر لها نظرة دائما بلد ارتياح، بلد تآخي. إذا كان صارت بعض النزعات الطائفية عند البعض، هذا بتأثير الدولة اجتاحت المنطقة كلها، هي إيران حقيقة. بالأساس هذا غير موجود. شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح القلاب.